سلامة، مرحبا بكم على شان فيديو لافالور اوف سوليو. ما زلنا في سلسلة فيديوهات الجزيئات المعتبرة. تذكروا خذينا في الفيديوهات اللي فاتت حكينا على 3 قواعد متاع الجزيئات المعتبرة، أ مع بي قوة 2 و أ إلا بي قوة 2 و أ قوة 2 إلا بي قوة 2، ومثلنا عليهم بأمثلة فيما يخص الحساب والتفكيك إلى جذاع عوام. اليوم إن شاء الله باش نحكيو على أكثر الأخطاء اللي يقع فيها التلامذة في الدرس هذا الجزيئات المعتبرة. بتبيع الهدف من الفيديو أن يعني نجنبوا الغلط هذا، باش نعرفوها باش نتجنبوها ما نقعوش فيها. الأخطاء خديناهم في شكل جدول أو كيما تشوفوا فيه الجدول. باش نحكيو في واحد على العبارة الخاطئة، معنى كيفاش الغلطة تقع، كيفاش يكتبها التلميذ بالغلط. باش نحكيو على عبارة في واحد، نحكيو على عبارة صحيحة، يعني باش نصححها، العبارة الغلطة نصلحها مع التعليل والتفسير، نفسرو كل واحدة على حدة. باهي نبدأ. باهي كي ناخذو الجذر المعتبر هذا، جذر 2 مع 1 قوة 2، أغلب التلامذة يكتب لي جذر 2 قوة 2 مع 1 قوة 2 ويبدأ يحسب. يعني ياخذ له القوة 2 مع الثاني قوة 2، ينسى اك 2 او بي. هي المفروض تكون العبارة يعطينا جذر 2 مع 1 قوة 2، الاولاني قوة 2 جذر 2 قوة 2 مع 2 في جذر 2 في 1 تعطينا 2 جذر 2 مع 1 قوة 2 مع الثاني قوة 2. المصيبة انه اغلب التلامذة ينساو هذه 2 في جذر 2 في 1 اللي هي 2 او بي. ذاك علاش كنت تذكروا في الفيديوهات اللي فاتت نبهنا على حكاية 2 أو بي، الترتيب. يعني كي تحفظ القاعدة أ قوة 2 مع 2 في أ في بي مع بي قوة 2، خليها تجي الثانية 2 أو بي، مش ما ننساهاش. هنا الغلط. باهي أغلب التلامذة مشكلتهم 2 أو بي، هذه شو مدخلها في القصة، شو مدخلها في القصة. يعني يراه هو جذر 2 مع 1 يكفي ان نكتب الاولاني قوة 2 مع الثاني قوة 2. المشكل انه هو يحسبها هذه عملية في عملية ضرب، المعا هذه يحسبها في وقت يطبق عليها قواعد القوة كال قريناهم في 7 و8، A في B الكلها قوة N تساوي A قوة N في B قوة N. ما تمشيش هذه مع المعا، ما تمشيش. ب إذا كان التلميذ هذا مازال مش مقتنع، هات ناخذو مثال بإذن الله نقنعو. به قال 3 مع 1 قوة 2، موجودة معتبرة، ماخذين عداد سهل 3 والواحد. على حسابه هو كان باش يمشي بطريقته هو، الغالطة تجي الأولاني قوة 2 3 قوة 2 مع الثاني قوة 2 مع 1 قوة 2، يعني 9 مع 1 جي 10. باهي هذه الخدمة النتيجة بخدمته هو. به في حين هي 3 مع 1 قوة 2، هنا عندك أقواس وقوة، الأولوية للأقواس، جينا 3 مع 1 4، 4 قوة 2، جينا 16، ملقيناش كيفه هو، 16 مخالفة العشر، هذا دليل إنه الخدمة هذه غلط. به وكيفش نطبقوا القاعدة زاد متاعنا متاع أ قوة 2 مع 2 أ بي مع بي قوة 2، قلنا ناخذوا الأولاني قوة 2، 3 قوة 2، مع 2 في أ في الأولاني في 3 في ب في 1 مع ب قوة 2. هنا طبقنا القاعدة متاع جذر معتبر، خاطر هو بيدو جذر معتبر. ب 3 قوة 2 هذه اش تعطينا؟ 9، هاهي. و 2 في 3 في 1 تعطينا 6 مع 1، 9 و1 يجيو 10، 10 مع 6 16، نتيجة 16 كيما لقيناها في حكاية الأولوية للأقواس وبعد قوة 2، مخالفة العشر 16، يعني الخدمة هذه غالطة. مفهوم؟ واضح. ولذا 2 أو بي محاولو ما ننساوهاش، نتعداو للخطأ الثاني. نفس الحكاية جذر 2 إلا 1 قوة 2، يعني في أ إلا بي قوة 2، الخطأ متاع التلميذ إنه يكتب الأولاني قوة 2 إلا الثاني قوة 2، هذا خطأ فادح. يكتب هذه تولي 2 إلا 1 تساوي 1، هذا غلط. به
المشكلة كيف في الجدول اللي فات نسي 2 أبي، هي مفروض جذر 2 قوة 2 إلا 2 في جذر 2 في 1 إلا 2 جذر 2 مع 1 قوة 2 مع بي قوة 2 ينسي لي 2 أبي نفس الحكاية إلا 2 أبي. علاش الطريقة دي بتاعه هو غلطة؟ لولاني قوة 2 إلا ثاني قوة 2. ناخد مثال كما قبيلة، كي ناخد 3 إلا 1 قوة 2 على كلام السيد هذا اللي خدم بالطريقة هذه، ناخد لولاني قوة 2 3 قوة 2 9 إلا 1 قوة 2 إلا 2 قوة 2 8، معناها توفى هنا في 8 على كلامه هو بتبيع الغلط به. أور هي لكن هي الجزئية 3 إلا 1 قوة 2 عملوا أولوية الأقواس، 3 إلا 1 جيني 2 2 قوة 2 4، ملقيناش كيف كيف، مخالفة لـ8، يعني الكلام هذا غلط. كذلك من شيرة أخرى كي نخدم بالجزئية المعتبر، تعطيني لولاني قوة 2 3 قوة 2 إلا 2 في لول في الثاني إلا 2 في 3 في 1 مع 1 قوة 2 مع 1 قوة 2، إيش تجي نتيجة هذه؟ 3 قوة 2 9 إلا 2 في 3 في 1 إلا 6 مع 1، نلقاو نفس النتيجة متاع 4 بالطبيعة، 9 إلا 6 3 3 مع 1 4، مخالفة لنتيجة السيد اللي يحكي إن ناخد له القوة 2 إلا 2 إلا 2 قوة 2. إذا نحاول نجلبوا الخطأ هذا باش بحفظان الجدول المعتبر بالترتيب أ قوة 2 إلا 2 في أ في ب مع ب قوة 2 باش ما نساوش إلا 2 أ ب هذه. هي نتعدى الخطأ الثالث، كي ناخذ جدول معتبر أ مع ب قوة 2 جذر 5 مع 1 قوة 2، سامحني هنا إلا جذر 5 إلا جذر 5 إلا 1 قوة 2 تساوي جذر 5 قوة 2 إلا 2 في جذر 5 مع 1. لحد هنا خدمتو على العال صحيح. شنو مشكلته التلميذ هذا؟ يحسب لك هذه صحيحة جذر 5 قوة 2 5، وهذه يحسبها صحيحة 1 قوة 2 1، ويقول لك نعمل 5 إلا 1 نلقاها 4 إلا 2 جذر 5. شنو مشكلته هنا؟ شنو الغلط؟ الغلطة متاعو إنه الإلا هذه حسبها تابعة لواحد، عمل 5 إلا 1 تساوي 4 إلا 2 جذر 5، هنا المشكلة. لكن هي العبارة صحيحة، شنو هي؟ جذر 5 قوة 2 قداش تجينا؟ 5 مع الواحد هو علامته معاه موش مع 1 قوة 2 تجينا 6، هنا هاي 6 إلا 2 جذر 5، هذه العبارة الصحيحة متاعنا إلا 2 جذر 5. كيكا نكونوا صححنا المشكلة أو الخطأ، إنه الإلا هذه تلامذة يحسبها تابعة 1، ليه كل عدد يحسب له العلامة متاعه؟ هنا مفروض هيك نحلوها جذر 5 إلا 1 قوة 2 كيف كيف، أنا نفس الحكاية إلا جذر 5 إلا 1 قوة 2 تعطينا جذر 5 قوة 2 اللي هو موجب، علامته موجب، منكتبوهاش جذر 5 قوة 2 مع لهنا من مع هذه منكتبوهاش لأنه واضحة موجبة، إلا 2 في جذر 5 في 1 مع 1 قوة 2، العدد الأولاني موجب هاي علامته، والعدد الثاني 2 جذر 5 هذه علامته، والعدد الثالث 1 هذه علامته، هذه ما عندهاش علاقة بالواحد جملة. العلامة هذه إلا تابعة 2 جذر 5، مفهوم؟ نوصل بالخطأ الآخر. 3 كي ناخذ جذر معتبر مثلا 3 جذر 2 مع 1 قوة 2، الأنواع متاع الجزئيات المعتبرة دي يبدأ واحد من العددين أ ولا ب يتكون من عدد في عدد، خاصة أو عادة أو الأغلب يكون عدد وجذر، عدد مضروب في جذر. إيش هي الغلطة متاع التلامذة؟ يطبق لك الجزئية صحيح، لول قوة 2 مع 2 في لول في الثاني مع الثاني قوة 2، أما المشكلة إنه كي ياخذك العدد المركب من عدد في جذر يعملوا قوة 2 يخلي قوة كيما هكا، يعني ما عملش الأقواس، وقتها تتحسب القوة، قوة 2 هذه تتحسب ترجع على شكون؟ ترجع كان على جذر 2،
ما ترجعش على 3 جذر 2، في حين انه العدد متاعنا الا 3 جذر 2 كامل مش جذر 2 برك. باش يعطيه حسابه هذا، جذر 2 قوة 2 يعطينا 2، 2 في 3 يعطيه 6، مع 6 جذر 2 مع 1 يجي نتيجته 7 مع 6 جذر 2. باه غلط بتبيع. شنو هي المشكل؟ المشكل تاخذ الاب كله، لازمك تاخذ الاب كله قوة 2، مش الثاني هذا قوة 2 والاولى، بحيث لازم نعملوا الاقواس. جينا عبارتنا ساحة 3 جذر 2 هي الكل قوة 2، هذا الا هو هذا بكله 3 جذر 2. نعملوا الاقواس خاطر هو مركب من عددين، عدد في عدد، عدد في جذر، قوة 2 مع 6 جذر 2 مع 1. به شوف الفرق، هذه شنو النتيجة؟ هذه 3 قوة 2 تعطيك 9، وجذر 2 قوة 2 تعطينا 2، 9 في 2 تعطينا 18. شفت هاي 18، وهذا يعطيك 6، معناها فرق واسع وشاسع. مع 6 جذر 2 مع 1 نكمل يخدم، 18 مع 1 19، 19 مع 6 جذر 2. به التعليل، هات نشوفوا شنو هي المشكلة. كي نكتب انا 3 جذر 2 بلاش اقواس، كما تفهمنا الجذر يرجع، هذا جذر 2 ما يرجع كان على القوة 2، سامحني، ما ترجع كان على الجذر 2، وقتها تولي 2 في 3 6. و3 جذر 2 اللي هي زي ما تكتب كلها قوة 2، يعني بين قوسين القوة 2 كما تتذكروا في قاعدة القوة في 7، A في B كلها قوة 2 تساوي A قوة، أو A في B قوة N تساوي A قوة N في B قوة N، يعني الأولاني قوة 2 تيك 9، في الثاني قوة 2 تعطيك 2، 9 في 2 18، مخالفة تماما، مخالفة لـ6، لا علاقة به. الخطأ الموالي، كي ناخذ جذر هذا 2 مع جذر 2 قوة 2، شنو مشكلة الجذر هذا؟ يبدأ أحد العددين فيه 2، يعمل مشكلة للتلميذ. كيفاش المشكلة تصير؟ يجي ياخذ الأولاني قوة 2، يعطيه صح صحيح، مع 2 في جذر 2، ما هي القاعدة تقول 2 في لول في الثاني، القاعدة فيها 2 باه، والعدد لول فيه 2. التلميذ بتسرع متاعه يكتب يقول لك 2 في A في B، ويعرضوه زوز 2، 2 متاع القاعدة و2 متاع العدد، يولي يتنازل على واحد منهم، تسرع يولي يكتب 2 في الثاني برك، ينسى 2 في 2 في جذر 2 مع جذر 2 قوة 2، يعني المشكلة متاعه هنا. به نصلح هالمشكلة. العدد متاعنا الأول الأ هو 2، والعدد ب هو جذر 2، نمشي نعمل أ قوة 2، 2 قوة 2، مع 2 هذه بتاع القاعدة أكوتي وحدها، مع 2 في اللي من بعده، في شكون؟ في أ اللي هو هذا، 2 في 2 في العدد الثاني في جذر 2، مفهوم؟ يعني 2 هذه دي ما نكتبوها بتاع القاعدة، عندهاش علاقة بالعدد هذوم، مع جذر 2 قوة 2، مفهوم؟ تعطينا 2 في A في B تعطينا بتبيع هذه 4 جذر 2، مش 2 جذر 2، نتيجتها هذه 4 جذر 2، 4 في جذر 2 مش 2 جذر 2. به التفسير، كما قلت لكم المشكل باش تبان في التعليل هنا، اللي الـ A هو 2 والـ B هو جذر 2، إذا كان التلميذ يميز شكون الـ A وشكون الـ B وفات الحكاية، يكفي إنه يعوض برك. تولي لهنا هو عنده جذر معتبر يتحل الى A قوة 2 مع 2 A B مع B قوة 2، يجي يعوض ال A هي 2، يكتب 2 قوة 2 مع 2 في A في B، 2 هذه راي متاع القاعدة، خليها على شيرة وعوض لي ال A بشكون، وال B متاعنا يكفي انو ديتكتي شكون ال B شكون ال A، وال B متاعنا هو جذر 2 في جذر 2 مع جذر 2 قوة 2، وكمل يحسب. تبع ما خليهوش كيما هكا، لأنو الهدف نتاعنا في الفيديو هذا مش الحساب، يعني نعرفو الغلط وكيفاش نتجنبو. باهي العبارة قبل الأخيرة، كي يعطينا إكس قوة 2 إلا 3 قوة 2، كملنا دوما الفوقاني، باهي كي يعطينا إكس قوة 2 إلا 3 قوة 2 يقولك فكك إلى جذع عوام. باهي ما هي تتحل
ا الا بي في ا مع بي. المشكلة انه التلميذ ما تنجمش يطلع الا والبي، يحسب هذه كل ا وهذه كل بي، يولي يكتب اكس قوة 2 ا مع بي يعني اكس قوة 2 مع 3 قوة 2 في اكس قوة 2 الا 3 قوة 2، يعني يحسب الا هي اكس قوة 2 والبي هي 3 قوة 2، في حين هو ذا غلط. اللي تحت القوة 2 هو الا، واللي تحت القوة 2 هو البي، هذيك هي صحيح. واللي يكتب اكس مع 3 ا مع بي في ا الا بي في اكس الا 3، مفهوم؟ ب باش ما نتجنبوا الخطأ هذا ونزيدوا نفهموا الحكاية، يكفي انك تطلع شكون الا وشكون البي. هنا واضح لي الا متاعنا هو الاكس والبي متاعنا هو 3. نجي نعوض هنا في القاعدة متاعنا اكس مع البي، مش البي قوة 2، فهمت؟ في اكس الا البي، مش البي قوة 2 الا 3، واضح؟ باهي. الخطأ الأخير، هما برشا غلاط ماخدينا نحنا الأشهر، كي ناخدو 4x قوة 2 إلا 3 قوة 2، الغلطة متاع التلميذ إنه يكتب 4x مع 3، كيف فككها لجوج ذي عوامل، في 4x إلا 3، يعني يحسب الـ A هو 4x اللي تحت القوة 2 الكل، وهذا غلط. 2x هي الـ A، على خاطر 2x قوة 2 هي تعطيك 4x قوة 2. الصحيح العبارة الصحيحة هي 4x، معناها اللي تحت قوة 2 هو شكون؟ 4x. تسهل نفسك، شنو الحاجة نعملها قوة 2 تعطيني 4x، وتكون كان 2x، خاطر كي نعمل 2 قوة 2 تعطيني 4 و x قوة 2 تعطيني x قوة 2، وقتها نطلع الـ A والـ B، يكفيني نعوض أو نطبق القاعدة بطريقة مباشرة، 2x مع 3 في 2x الا 3، مفهوم؟ منين جات الغلطة هذه؟ الغلطة هذه جات انه التلميذ 4x قوة 2 يحسبها هي بيدها 4x لكلها قوة 2، لا، هنا القوة 2 راجعة كان، القوة 2 هذه راجعة كان على الاكس مش على الاربع، مفهوم؟ بحيث كي نجي انا نحسب 4x قوة 2 بين قوسين قداش تساوي؟ 4 قوة 2 16 في x قوة 2، 16 x قوة 2 ماهيش 4x قوة 2، مخالفة. يعني ذوما الزوز مخالفين لبعض، هنا تجي الغلط، مفهوم؟ نكتفي بهذا القدر، نتقابلوا ان شاء الله في فيديوهات اخرين. ما تنساوش باش تعملوا ابونمون على شان يوتيوب نتاعنا وبارطاجيو الفيديو. بارك الله فيكم وبالسلامه.